أعزائي الطلاب، نرحب بكم على شاشة التربوية السورية، وأتمنى لكم الاستفادة في درس من دروس مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي الجزء الثاني بعنوان الجداء السلمي. والجداء السلمي هو عملية جديدة بين الأشعة، وكان الفيزيائيون سباقين في استعمال الأشعة وخصوصا لتمثيل القوى، ولقد استعملوا الجداء السلمي لشعاعين بهدف قياس عمل القوة. دعونا نتابع. الجداء السلمي، استعمال الأشعة في تمثيل القوة. بفرض أننا نجر عربة بقوة F بهدف تحريكها من النقطة M0 إلى النقطة M1. لاحظ في الشكل الأول، القوة أفقية، عمل القوة يساوي إلى نظيم F ب نظيم M0 M1. في الشكل الثاني، عمل القوة يساوي إلى نظيم F ب نظيم M0 M1 بكوساين الزاوية تيتا، حيث تيتا بين القوة F والأفق. بفرض أننا نجر عربة بقوة F بهدف تحريكها من النقطة M0 إلى النقطة M1. نلاحظ في الشكل الأول القوة أفقية، وفي الشكل الثاني القوة تصنع زاوية مع الأفق تيتا. عمل القوة في الشكل الأول نظيم F بنظيم M0 M1، وعمل القوة في الشكل الثاني نظيم F بنظيم M0 M1 بكوساين الزاوية تيتا. عمل القوة هو الجداء السلمي لـ F و M0 M1. تعريف وعبارات الجداء السلمي. التعريف الأول، U بV يساوي نصف نظيم U زائد V تربيع ناقص نظيم U تربيع ناقص نظيم V تربيع. مثال، احسب U بV في الحالة التالية، نظيم U 3 نظيم V 4 نظيم U زائد V 5. U بV يساوي نصف نظيم U زائد V تربيع ناقص نظيم U تربيع ناقص نظيم V تربيع. بالتعويض، نصف 25 ناقص 9 ناقص 16، والنتيجة 0. المبرهنة الأولى، إذا كان U X Y و V X فتحة Y فتحة شعاعين في معلم متجانس، كان U ب V يساوي X X فتحة زائد Y Y فتحة. مثال، أحسب U ب V في الحالة التالية، U يساوي 2 على I ناقص 3 على J و V ناقص I زائد 2 جي. يو بي في يساوي اكس اكس فتحة زائد واي واي فتحة. بالتعويض، 2 بي ناقص 1 زائد ناقص 3 ب 2 ناقص 2 ناقص 6 يساوي ناقص 8. المبرهنة الثانية، إذا كان يو وفي شعاعين غير معدومين، كان U ب V يساوي نظيم U ب نظيم V ب كوساين الزاوية تيتا، حيث تيتا الزاوية بين U و V. أحسب U ب V في الحالة التالية، نظيم U 21 نظيم V 7 الزاوية بين U و V 3 ب على 2. U ب V يساوي نظيم U بنظيم V بكوساين الزاوية بين U و V.
بالتعويض 21 ضرب 7 ضرب كوساين 3 بيع 2 يساوي الصفر، حيث كوساين 3 بيع 2 يساوي صفر. الجداء السلمي في حالة شعاعين مرتبطين خطيا. واحد يو بي في يساوي نظيم يو بي نظيم في، حيث الزاوية بين يو وفي تساوي الصفر، أي يو وفي بنفس الجهة. 2 يو بي في يساوي ناقص نظيم يو بي نظيم في، حيث تيتا تساوي بي الزاوية بين يو وفي، حيث يو وفي بجهتين مختلفتين. التدريب الرابع صفحة 79. لدينا ثلاث نقاط A41 B05 C-2-1. الطلب الأول احسب BC و AC و AB واستنتج طبيعة المثلث ABC. AB يساوي تحت الجذر 0-4 تربيع زائد 5-1 تربيع يساوي جذر 16+16 ويساوي جذر 4+2. AC يساوي تحت الجذر 2-4 تربيع زائد 1-1 تربيع يساوي 36+4 ويساوي 2+10. BC يساوي تحت الجذر 2-0 تربيع زائد 1-5 تربيع ويساوي جذر 4+36 ويساوي 2+10. المثلث ABC متساوي الساقين ورأسه C. الطلب الثاني احسب AB BAC واستنتج ان كوساين BAC 1/5. AB يساوي -4.4 وAC -6.2. AB BAC يساوي XX فتحة زائد YY فتحة يساوي 24-8 يساوي 16. لدينا AB BAC يساوي نظيم AB بنظيم AC بكوساين الزاوية BAC، ومنه كوساين BAC يساوي AB BAC على نظيم AB بنظيم AC بالتعويض 16/4 جذر 2 ب 2+10 ويساوي 1/5. الإسقاط القائم وقواعد الحساب. المبرهنة الثالثة: إذا كان الشعاع س فتحة د فتحة المسقط القائم للشعاع س د على المستقيم الحامل للشعاع AB، كان AB BCD يساوي إلى AB BC فتحة D. إذن لاحظ C فتحة D فتحة هو المسقط القائم لCD على حامل AB. مثال: في الشكل المجاور الشعاع IJ مسقط قائم لكل من الشعاعين CD و EF على المستقيم دي. أوجد AB BCD و AB BEF. AB و IJ مرتبطان خطيا وبنفس الجهة. إذن AB BIJ يساوي إلى طول AB بطول IJ ويساوي 2/3 6. AB BCD يساوي إلى AB BIJ، حيث
اي جي هو المسقط القائم لسي دي على حامل ا بي ويساوي 6. ايضا ا بي بي اف يساوي ا بي باي جي. ايضا اي جي هو المسقط القائم لاي اف على حامل ا بي ويساوي 6. المبرهنة الرابعة: أيا كانت الأشعة يو في دبليو وأيا كان العددان الحقيقيان A و B، كان يو بي في يساوي في بي يو، يو بي في زائد دبليو يساوي يو بي في زائد يو بي دبليو، A يو بي بي في يساوي A بي بي يو بي في. ملاحظة: U زائد V بW يساوي U بW زائد V بW. التدريب الثالث صفحة 82: في الشكل المجاور المثلث ABC قائم في A فيه AC يساوي 4، AB يساوي 3، والزاوية CAH يساوي 30 درجة. النقطتان H و K هما بالترتيب مسقطا C و B على المستقيم D. أحسب الجداءات السلمية الآتي: BA B BC، AB B AH، AC B AK، A B B C H و K B B H C. حساب B A B B C. لاحظ أن B C يساوي 5 وتر في المثلث القائم A B C. الطريقة الأولى: BA B BC يساوي نظيم BA B نظيم BC بكوساين ABC. بالتعويض 3 ضرب 5 ضرب 3 على 5. لاحظ أن كوساين ABC 3 على 5 المجاور على الوتر، والنتيجة يساوي 9. الطريقة الثانية: BA B BC يساوي إلى BA B BA، حيث إن BA هو أسقط القائم لـ BC على حامل BA ويساوي نظيم BA تربيع يساوي 9. حساب AB بAH. لاحظ في المثلث ACH القائم في H، AC يساوي 4، HC يساوي 2 يساوي نصف الوتر لأنه يقابل الزاوية 30، AH يساوي 2 جذر 3 بحسب نظرية فيثاغورس، و AK من المثلث القائم AKB أيضا AK يقابل الزاوية 30 وبالتالي يساوي نصف الوتر 3/2. الطريقة الأولى: AB BAH يساوي نظيم AB بنظيم AH بكوساين الزاوية H AB. بالتعويض يساوي 3 ضرب 2 جذر 3 ضرب نصف وهو كوساين الزاوية 60 ويساوي 3 جذر 3. الطريقة الثانية: AB BAH يساوي إلى AK BAH، حيث AK هو المسقط القائم لAB على حامل AH ويساوي نظيم AK ضرب نظيم AH. بالتعويض
3 على 2 ضرب 2 جذر 3 ويساوي 3 جذر 3. حساب AC بAK. لاحظ AH يساوي 2 جذر 3 وAK يساوي 3 على 2. الطريقة الأولى AC بAK يساوي نظيم AC بنظيم AK بكوساين CAK. بالتعويض 4 ضرب 3 على 2 ضرب جذر 3 على 2 كوساين الزاوية 30 ويساوي 3 جذر 3. الطريقة الثانية AC بAK يساوي AH بAK، حيث AH هو المسقط القائم لAC على AK ويساوي نظيم AH ضرب نظيم AK. بالتعويض 2 جذر 3 ب 3 على 2 يساوي 3 جذر 3. حساب AB ب CH. CH يساوي 2. لاحظ CH يساوي 2 نصف الوتر. الطريقة الأولى AB ب CH يساوي نظيم AB بنظيم CH بكوساين الزاوية NCH. لاحظ الزاوية NCH تساوي إلى 30 درجة. CN يوازي AB. بالتعويض 3 ضرب 2 ضرب جذر 3 على 2 يساوي 3 جذر 3. الطريقة الثانية AB بCH يساوي AB ب CA زائد AH ويساوي AB بCA زائد AB بAH. AB بCA يساوي صفر لأن AB وCA متعامدان، وAB بAH يساوي 3 جذر 3 والنتيجة 3 جذر 3. حساب KB بHC. BK يساوي 3 جذر 3 على 2 CH 2. KB بHC يساوي ناقص نظيم KB بنظيم HC، حيث KB وHC متوازيان وبجهتين مختلفتين. بالتعويض ناقص 3 جذر 3 على 2 ضرب 2 ويساوي ناقص 3 جذر 3. التدريب الثاني صفحة 82. ليكن الشعاعان V3 6 و U2 ناقص 1. الطلب الأول احسب U بV يو تربيع 3 يو زائد في بيو ناقص 2 في ويو زائد في تربيع ثم يو ناقص في تربيع. الطلب الثاني استنتج قيمة كل من نظيم يو زائد في ونظيم يو ناقص في. يو بفي يساوي اكس اكس فتحة زائد واي واي فتحة يساوي 6 ناقص 6 ويساوي الصفر. يو تربيع يساوي نظيم يو تربيع ويساوي 4 زائد 1 يساوي 5. بنفس الطريقة في تربيع يساوي نظيم في تربيع يساوي 9 زائد 36 يساوي 45. 3 يو زائد في بي يو ناقص 2 في يساوي بالنشر
3 يو تربيع ناقص 6 يو في زائد في بيو ناقص 2 في تربيع. بالتعويض 3 بخمسة ناقص 6 بصفر زائد صفر ناقص 2 بخمسة وأربعين، 15 ناقص 90 ويساوي ناقص 75. يو زائد في تربيع يساوي إلى يو تربيع زائد 2 يو بفي زائد في تربيع. بالتعويض 5 زائد 2 بصفر زائد 45 ويساوي 50. الاستنتاج: نظيم يو زائد في تربيع يساوي 50، ومنه يو زائد في يساوي 5 جذر 2. يو ناقص في تربيع يساوي يو تربيع ناقص 2 يو بفي زائد في تربيع. بالتعويض 5 ناقص 2 بصفر زائد 45 ويساوي 50. الاستنتاج: نظيم يو ناقص في تربيع يساوي 50، ومنه نظيم يو زائد في 5 جذر 2. تطبيقات: الجداء السلمي والمسافة. يو بيو يساوي يو تربيع ويساوي نظيم يو تربيع. AB بAB يساوي AB تربيع ويساوي طول AB تربيع. نتائج: نظيم يو زائد في تربيع يساوي نظيم يو تربيع زائد 2 يو بفي زائد نظيم في تربيع. بنفس الطريقة نظيم يو ناقص في تربيع يساوي إلى نظيم يو تربيع ناقص 2 يو بفي زائد نظيم في تربيع. يو زائد في بيو ناقص في يساوي يو تربيع ناقص في تربيع ويساوي نظيم يو تربيع ناقص نظيم في تربيع. AB زائد AC تربيع يساوي AB تربيع زائد AC تربيع زائد 2 AB بAC. الجداء السلمي والتعامد. التعريف الثاني: ليكن يو وفي شعاعين غير معدومين، القول إن يو وفي متعامدان يكافئ القول. إذا كان يو يساوي AB وفي يساوي CD كان المستقيمان AB وCD متعامدين. ملاحظة: نصطلح أن الشعاع الصفري عمودي على كل شعاع آخر. المبرهنة الخامسة: القول الشعاعان يو وفي متعامدان يكافئ القول يو بفي يساوي الصفر. فالقول AB وCD متعامدان يكافئ القول AB بCD يساوي صفر. نتيجة: في معلم متجانس الجداء السلمي لشعاعين UXY VX فتحة Y فتحة يساوي XX فتحة زائد Y Y فتحة. إذن U و V متعامدان يكافئ XX فتحة زائد Y Y فتحة يساوي الصفر. التدريب الأول صفحة 86. نتأمل في معلم متجانس النقاط A01 B54 M M0 و M عدد حقيقي. احسب M A B M B بدلالة M، ثم استنتج قيم M ليكون المثلث A M B قائم الزاوية في M. M A يساوي ناقص M1 و M B يساوي 5 ناقص M فاصلة 4. MA بMB يساوي ناقص M بخمسة ناقص M زائد واحد ضرب أربعة يساوي M تربيع ناقص خمسة M زائد أربعة.
ليكون المثلث AMB قائما يجب أن يتحقق MA بMB يساوي الصفر، أي M تربيع ناقص 5 M زائد 4 يساوي الصفر. بالتحليل M ناقص 1 M ناقص 4 يساوي صفر، ومنه M يساوي 1 أو M يساوي 4. ملاحظة: إذا تأملنا شعاعا UXY في معلم متجانس OIJ كان X يساوي UBI Y يساوي UBJ. متطابقة متوازي الأضلاع. نظيم U زائد V تربيع زائد نظيم U ناقص V تربيع يساوي 2 نظيم U تربيع زائد نظيم V تربيع. AC تربيع زائد BD تربيع يساوي AD تربيع زائد BC تربيع زائد AB تربيع زائد DC تربيع، أي مجموع مربعي قطري متوازي الأضلاع يساوي مجموع مربعات أطوال أضلاع متوازي الأضلاع. التدريب الثالث صفحة 86. ABCD متوازي أضلاع فيه BAD يساوي 60 درجة، AD يساوي 2 وAB يساوي 4. أثبت أن AB زائد AD تربيع يساوي 28، AB ناقص AD تربيع يساوي 12. ثم استنتج الطولين AC وBD. AB زائد AD تربيع يساوي AB تربيع زائد 2 AB بAD زائد AD تربيع، بالتعويض 16 هو AB تربيع زائد 2 B AB بAD يساوي نظيم AB 4 نظيم AD 2 وكوساين الزاوية بين AB وAD يساوي نصف كوساين الزاوية 60 زائد 4 مربع AD. النتيجة 28. بنفس الطريقة AB ناقص AD تربيع يساوي AB تربيع ناقص 2 AB بAD زائد AD تربيع، بالتعويض النتيجة 12. AC تربيع يساوي AB زائد AD تربيع يساوي 28، ومنه AC جذر 28. DB تربيع يساوي AB ناقص AD تربيع يساوي 12، ومنه DB يساوي جذر 12. أعزائي الطلاب، كان درسنا اليوم الجداء السلمي، حيث تحدثنا عن الجداء السلمي في معلم متجانس، الجداء السلمي بدلالة نظيمي شعاعين والزاوية بينهما، الجداء السلمي في حالة شعاعين مرتبطين خطيا، والإسقاط القائم وقواعد الحساب. وفي الختام أتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال الفكرة إلى أذهانكم، على أمل اللقاء القريب بكم في درس آخر من دروس مادة الرياضيات. شاكرين لكم حسن المشاهدة والإصغاء.